بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع سنتعرف كيفية تنظيف مكنسة السجاد. لديها الكثير من الأسماء، نسميها مكنسة السجاد أو منظفة السجاد أو ما يسمى بالباي باي أو السراطة أو الكركارة أو اللمامة أو الكشاطة أو الكبابة، الكثير من الأسماء. نأخذ واحد الإناء نسكب فيه الماء ومنظف منزلي من اختياركم. المهم هو الحصول على رغوة كثيفة، منظف من اختياركم. ثم بعد ذلك نأخذ السراطة أو الكركارة، انظر إلى الكثير من ما هو عالق من زغب وخيوط وغير ذلك. نريد أن ننظف هذه الكبابة أو هذه الكشاطة، انظروا، نضعها في هذا الماء الذي يحتوي المنظف 3 دقائق إلى 5 دقائق. يمكن أن نضيف قطرات من ماء جافيل جيد. انظروا، الطريقة سهلة، فعوض أن نرميها نقوم بتنظيفها، وهذا أفضل، لا من الناحية الاقتصادية ولا من ناحية المنفعة، يعني عملية شبه تدوير. إذا سهل، نأخذ شوكة صلبة، من الأفضل حديد صلب، انظروا بها الطريقة، أو أضعها على الرخام أو على الجليج ثم أقوم بهذه العملية. طبعا بعد أن أضع الكركارة في الماء لمدة تقريبا 5 دقائق، ثم تصبح إزالة هذه العوالق سهلة، خيوط شعر الكثير، طريقة سهلة. وبهذه الطريقة أزيل ما هو عالق، انظروا. لأن الكثير من الناس يرمون هذه المكنسة، يرمون مكنسة السجاد، في حين أن تنظيفها سهل. يسمونها بالباي باي لأننا عندما ننظف كأننا نقوم بعملية باي باي، يعني التوديع. وسميت أيضا السراطة لأنها تبتلع تلك الخيوط وما شابه، وسميت منظفة السجاد لأنها خاصة بالزرابي والسجادات، ومنظفة يعني مكنسة، ولمامة يعني أنها تلم هذه العوالق، وكشاطة لأنها تكشط هذه العوالق، والكبابة لأنها تشبه الكبة لأن الخيوط تتجمع فيها والشعر فمثل الكبة. فقط نأخذ شوكة صلبة، انظروا، لقد تخلصنا من العوالق. فقط نحتاج إلى إناء ماء نصب فيه منظف منزلي، منظف الأواني باختيارنا، وحبذا لو أضفنا قطرات من جافيل مخفف. انظر الفرق بين اللولبين قبل التنظيف وبعد التنظيف. هذه الأسطوانة الثانية، نظفنا الأسطوانة الأولى، انظروا، يمكن أن أضع هذه الأسطوانة على الرخامة أو الزليج، الرخام نوع من الحجر، وأفضله الإيطالي، أفضل أنواع الرخام يأتي من إيطاليا، موجود هنا في المغرب بكثرة، إيطاليا مشهورة بالجودة. ثم أخيرا ننظف هيكل هذا منظفة السجاد، سهل جدا. وها قد
نظفت هاد الباي باي بطريقة سهلة. إذا مكنسة السجاد أو منظفة السجاد أو لمامة أو كشاطة أو الكبابة، باي باي السراطة والكاتير، لعلكم استفدتم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.